يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي بلغه الوسيلة. بالفضيلة على محمد يا ربي وارحمنا يا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة نعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه. وأصني بحمد موارده سائغة هنية ممتطيا من الشكر الجميل مطايا. وأصلي وأسلم على نور الموصوف بالتقدم والأولية المنتكل في الجرر الكريمة والجبال. وأستمع الله تعالى رضوانا يخص العصرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع وموالاه. وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطة الخطأ وخطاه. وأنشر من قصة المولد النبوي برود لسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف إقدا تحلل من سامع بحلا. وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإن
إنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عطر اللهم قبره الكريم بعظم شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد فأقول هو سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وزحرنا ومولانا محمد. لبني عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي تم الارتقاء لعليا. ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه. ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى. ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة مدركة ابن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه. ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان سنة السنية ورقه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أمسك عنه الشارع وأباه. وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبي إسماعيل عليه السلام نسبته ومنتهى ومنتمى. فعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية وكيف لا وسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المتقى. أعطر اللهم قبره الكريم بعظم اللهم صل وسلم وبارك عليه. وجد المشرف في ربيع الأوان والقلب يخفاك والكواكب تنجلي. Thank you.
نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية. أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني وروى حفظ الإله كرامة. وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية، توفي بالمدينة الشريفة المنورة أبو عبد الله، وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجي 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى. حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نور يتلألأ سنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. النبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك.
الهدي.